العجينة. العجينة عندنا دقيق، خميرة، سكر، ثوم بودرة، بصل بودرة، زعتر، ملح، وزيت الزيتون، وعندنا طبعا المية. هنعمل ايه؟ هناخد المواد الجافة كلها على بعض، اللي هي الدقيق عليه الملح، السكر، الخميرة الفورية، والتوابل. والتوابل دي ممكن الاستغناء عنها لو احنا هنعمل العجينة هنحشيها حلو. والزعتر، وناخد كل الكلام ده على العجان هنا. اول حاجة هتنزل عليه زيت الزيتون، وبعد كده نبتدي ننزل بالمية واحدة واحدة، 600 ملي من المية الدافية. ننزل الاول معلقتين تقريبا من زيت الزيتون، ونعاير 600 ملي من المية الدافية، ننزلهم واحدة واحدة، لأن ممكن طبعا زي ما انتوا عارفين العجينة ما تاخدش المقدار كله. وبعدين هنسيبها تتعجن بعد ما تلم لمدة 10 دقايق، وبعد كده نلفها في معلقة واحدة من زيت الزيتون، نغطيها كويس جدا عشان ما تعملش قشرة، ونسيبها لحد ما تخمر، وبعد كده نبتدي نشكلها. بعد ما تشكلوها ممكن تسيبوها تاني 10 دقايق تهدى، وبعدين تخبزوها. اهي بدأت تسيب الجوانب وتمسك في بعضها، هسيبها بقى تكمل الخفق بتاعها عشان نعمل احنا الحشوة بتاعتها. الحشوة بتاعتها عبارة عن بصل احمر شرايح رفيعة، ريحان طازة، عندي نوعين من الجبنة، جبنة موتزاريلا وجبنة تشادر، وممكن جبنة مدخنة معاها برضو بتبقى حلوة جدا. عندي بواقي فراخ مسلوقة، عندي باربيكيو صوص. هنعمل ايه؟ هنا شغال كويس قوي. هنا في الووك هحط زيت زيتون، هحط عليه على طول الفراخ عشان اغير طعم السلق اللي فيها، وعلى الفراخ هنزل ملح، فلفل اسود، تشويحه واحده، اول ما احس ان هي اخذت الطعم وبدات تغير اللون اقوم منزله عليها البصل، واحط معاها الريحان والباربيكيو صوص. دي احنا مش هنحط لها من الصوص الاحمر الا اذا انتوا حابين، انا هكتفي بالباربيكيو صوص بتاعها. باربيكيو صوص بيتجاب من عند السوبر ماركت في ازايز كده زي الكاتشب. مين معانا على التليفون؟ لا، يا الهام. ايوه، السلام عليكم. ازيك يا الهام؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بشكرك قوي على الحاجات الحلوه اللي بتعمليها. تسلمي لي يا حبيبتي، اتفضلي. بعد اذنك بس كنت عايزه اسالك، انا عندي مهلبيه جاهزه بس كنت عايزه اعملها بالطريقه اللي عملتيها من فتره بالبسكوت والكراميل وكده، بس انا مش فاكره خالص انت عملتيها ازاي. طب يعني ايه مهلبيه جاهزه؟ يعني قصدك معموله؟ لا قصدي شركات يعني. اللي هي العلب يعني. حاضر حاضر، هقول لك تعمليها ازاي. عينيا، بس يا ريت تقولها لي دلوقتي عشان انا صحاب ابني جايين وانا عايزه. حاضر، عينيا عينيا، حاضر عينيا الاثنين. خلاص، احنا عملنا ايه بقى؟ احنا طبعا مجهزين عجينة متخمرة عشان ما سيبكوش تستنوا، فدي عجينتنا بعد ما خمرت. طبعا يا جماعة عايزين تحطوا سمسم، عايزين تحطوا حبة البركة، عايزين تحطوا بذر الكتان، جنين القمح، كل الحاجات اللي احنا بنحاول ندخلها للولاد دي مفيش مشكلة خالص. في مقادير البيتزا كان في دقيق السيمولينا، دقيق السيمولينا احنا بنستخدمه عشان نفرد عليه، يعني ما بحطوش جوه العجينة نفسها، هحطه هنا. ليه؟ عشان بيديني بيخلي العجينة تبقى كريسبي. اهو، وافرد، وانا هحط معاها
كذا واحدة عشان عايزة أوريكم الشكل اللي احنا عايزين نعمله. فهكبرها شوية وبعدين نبتدي النشابة. أفرد ومجهزة طبعا الفرن حامي فوق وتحت، والصاج عليه ورقة الزبدة عشان لما اجي اطلع البيتزا بعد كده ما اغلبش بقى، وهي مش هتلزق طبعا بس برضو احتياطي. انا دايما بحب استخدم ورق الزبدة في الحاجات دي، بيسهل جامد قوي، بيسهل التنظيف كمان. قبل الباربيكيو حطوا، مش حابين ما تحطوش، اكتفوا بالباربيكيو اللي يريحكم اهو. وبعدين اخد الحشوة اللي احنا حطيناها ونخلي بالنا ان هي ما تبقاش على الاطراف قوي عشان واحنا بنلف ما تغلبناش برضو في اللف. وبعدين ابتدي اخد والف زي الايه، زي السينابون كده اهو، وادخل بايدي والف اهو، وامسح ايدي الاول وبعدين اكمل عشان مش عايزه العجينه من بره تتوسخ. كل الصوص ده مش عايزاه يجي على العجين، بس خلاص اهو تمام. اتاكد بقى ان الطرف اللي تحت ده مقفول كويس قوي، فبايدي اكد ان العجينه مقفوله في بعضها تمام تمام. وبعدين بايدي برضو اظبط الحجم واجيب ال اهو الصاج، واقوم انا عايزه اعمله ملفوف على بعضه، او عايزين تقطعوه زي السينابون براحتكم، انا هلفه على بعضه وهدخله الفرن. يا منى. الو مساء الخير. مساء النور مدام اميره. اهلا وسهلا. احب اقول لك شغلك جميل وزي الفل. تسلمي لي يا رب. بنتابعك. كتر خيرك، ده من ذوقك. في حاجه بس وحيده، الشراشيب. أمري. تعبانه مع العجين الشراشيب. عندك حق، انت عندك حق والله. انا اللي تعبانه مع الشراشيب والله، عندك حق. وانا حسيت فيكي والله. انت عندك حق. مع جبنا نفس العجين اللي انتوا شفتوه ده، فردناه، صالح كتر خيره ربنا يديله الصحه، فردوا وبعدين ادينا له بالشوكه التخريمات كتير عشان مش عايزاه يعلى نتيجه الخميره، وبعدين دخلتوا الفرن. عندكم حاجه تقيله مثلا عايزين تحطوها عليه ماشي، ما عندكوش هنخرم. خرمنا وحطينا بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي عشان نعمل ايه بقى يا عمرو؟ اهلا وسهلا. عليكم السلام. ازيك يا عمرو، عامل ايه؟ الحمد لله. اتفضل، عايز تسال على ايه يا عمرو؟ طيب كله تمام الحمد لله. عايز تسال على ايه؟ انا عايز اسال على طريقه التشيز كيك البارد. حاضر، عينيا. هجيب بقى، انا شايله البواقي الحشوه الاولانيه، وعندي كمان الصاج بتاعي، وعندي الصوص اللي احنا جهزناه. احنا دلوقتي هنعمل البيتزا كيك او البيتزا تاور اللي هي منتشره قوي في السوق اليومين دول، وجالي طلبات كتير عليها جدا على الفيسبوك. هي ما فيهاش اي حاجه زي ما شفتوا. العجينه اللي احنا عملناها طبيعي، اللي هو كيلو الدقيق عليه رشه الملح، معلقتين كبار خميره فوريه، ثلاث معالق كبار زيت الزيتون، توم بودره، بصل بودره، زعتر، معلقه سكر كبيره، وبعدين 600 مللي من الميه الدافيه. عجناها وخمرناها وسبناها، وبعدين فردناها على دقيق السيمولينا، دخلناها الفرن بعد ما اديناها الشكشكه بتاعه الشوكه وسويناها. خلاص اهو الصوص اللي احنا حطيناه دلوقتي ده عباره عن زيت زيتون، ملح وفلفل وسكر، طماطم مبشوره وصلصه طماطم وعصير طماطم، ملح وفلفل وتوم بودره وبصل بودره وزعتر. وبعدين هحط هنا شويه زيتون، وهتطلعوا فاصل وترجعوا عشان نكمل مع بعض بقيه الطبقات بتاعه البيتزا كيك. استنونا. عملنا ايه النهارده؟ احنا عملنا البيتزا كابس اللي استخدمنا فيها العيش التوست بتاع ريتش بيك بدل العجينه، بعد كده عجننا وعملنا الصوص وعملنا بيها البيتزا اللي عملناها ملفوفه كده، وممكن تقطعوها زي السينابون زي ما عملناها برده مره قبل كده مع بعض. وهتاخدوا بالكم ان الحشوه والصوص لازم يكونوا باردين تماما قبل ما تستخدموها عشان العجينه ما تتقطعش منكم من السخونيه. هنا فردنا العجينه و
خرمناها بالشوكة ودخلناها لوحدها استوت في الفرن، طلعناها حطينا عليها الصوص، هنا حطينا البيبروني، الزيتون، الموتزاريلا والفلفل الرومي الألوان. هنا هحط واحدة وعليها الصوص زي ما انتوا شايفين، ودي أنا هعملها جبنة بس تشادر. ممكن جدا كل الطبقات تبقى نوع واحد، ما تبقاش مختلفة، وممكن تبقى مختلفة بس لايقة على بعضها زي ما احنا هنعمل النهاردة. وبعدين هحط طبقة كمان وعليها برضو الصوص زي ما انتوا شايفين كده، انا حطيته في الفاصل عشان اكسب وقت. وبعدين انزل شوية الفراخ اهو، واحط لها برضو شوية جبنة. الجبنة كمان مش بس للطعم بقى وللمطة وان البيتزا لازم يبقى فيها جبنة، لكن كمان هتمسك لي الطبقات مع بعضها. نحط طبقة كمان، ودي هعملها جبنة بس اهو. وبعدين اجيب اخر طبقة وارصها بقى، عشان دي اخر طبقة فعايزة ايه الشكل يكون حلو. هحط التشادر من تحت، وبعدين ابتدي احط شوية مثلا فلفل الوان ولا حاجة، واحط شوية بيبروني وبصل، وبعدين الفرن طبعا برضو حامي فوق وتحت، وهدخل فيه البيتزا. دي مش هتقعد وقت طويل والا العجينه هتنشف مني. يا جماعه انا عايزه العجينه ما تنشفش لان انا اصلا مسوياها، فدي هندخلها دقايق بسيطه جدا، يا دوبك بس الجبنه تسيح. شويه دقيق بس من على الوش، اوكي يعني الوش ده انتوا حرين فيه. وبعدين نقليه او نشيله في الفريزر وبعدين نقليه لما يطلع. البيتزا بتاعتنا جهزت، هننقلها حالا على الكاتنج بورد. ايه تاني اسئله عندنا؟ المهلبيه بقى.